وفاة الأمير زيادة الله الأغلبي آخر أمراء الدولة الأغلبية بتونس، وله أبوه إمارة صقلية، انصرف إلى لذاته فعزله عنها وسجنه، مما جعله يدس لأبيه ثلاثة غلمان فقتلوه، ونادوا بزيادة الله أميرا على إفريقيا فتولاها سنة 90 و200 للهجرة، ثم تخلص من منافسيه المتمثلين بأعمامه وإخوته، عاد بعدها إلى ملازمة الندماء فأهمل شؤون الملك، واستفحل أمر أبي عبد الله الشيعي داعية المهدي الفاطمي فحاول مواجهته، لكن الأوان كان قد فات، فجمع أهله وماله وفر من إفريقيا ونزل بمصر، ثم قصد بغداد، توفي بالرملة بفلسطين، وبوفاته انقرضت دولة الأغالبة في إفريقيا، وكانت مدتها نحو 112 سنة ونصف.